السلام عليكم. من يقف وراء تفجيرات الحلة في العراق خلال إحياء مراسم عاشوراء؟ كيف ستواجه السلطات الأمنية في العراق مخطط الفتنة الطائفية في أجواء سياسية محتقنة؟ ماذا حققت إجراءات الحكومة الأخيرة من خلال تغيير مواقع بعض المسؤولين الأمنيين لمواجهة التفجيرات؟ لماذا يتعثر تنفيذ الخطط الأمنية؟ وكيف يتحرك المخططون والمنفذون لعمليات التفجير المتنقلة؟ هل المطلوب تبني استراتيجية أمنية بدلا من الاستراتيجية العسكرية للإمساك بالوضع الأمني؟ تفجيرات الفتنة في العراق وخطط مواجهتها موضوع هذه الحلقة من مع الحدث، حيث نستضيف من بغداد المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا، نرحب به. وفي الاستوديو معنا النائب في البرلمان العراقي السيدة شذى الموسوي، نرحب بك سيدة موسى. ونرحب أيضا بضيفنا طبعا من بغداد. لكن قبل التوقف عند الحوار المتعلق بهذه الحلقة، أتوقف سريعا عند انفجارات الحلة والمصادر الطبية. 32 شخصا لقوا مصرعهم و68 أصيبوا بجروح خطرة نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين في منطقة باب الحسين وسط المدينة. عدد الضحايا قابل للزيادة، ومن بينهم عضو مجلس محافظة بابل. مصادر صحفية: الهدف المباشر للقتل هم زوار مدينة كربلاء المقدسة وليس الوزارات والمواقع السياسية كما حصل في الهجمات السابقة. أولى النتائج لهذه الأعمال التفجيرية إحداث الفتنة الطائفية في أجواء سياسية محتقنة. إجراءات أمنية جديدة، مصدر أمني: هناك إجراءات أمنية مشددة سيتم اتخاذها لمنع حدوث المزيد من أعمال التفجير. الحملة الأمنية أو الخطة الأمنية ستعتمد كليا على العراقيين، يعني على القوات العراقية، من دون تدخل القوات الأمريكية، بالتعاون مع المجالس المحلية للمحافظة. هناك أكثر من 20,000 رجل أمن من شرطة وجيش سيتولون مهمة حماية الزوار في طريقهم إلى كربلاء المقدسة. رئيس الوزراء نوري المالكي: وقوع التفجيرات سيشهد مزيدا من التغيير ومراجعة الخطط والاستراتيجيات الأمنية، وحتى تغيير المواقع للمسؤولين الأمنيين بما يتناسب والتحديات. إذا اضطربت الأمور فلن تستفيد أي جهة أو كتلة، والجميع سيكونون تحت طائلة المسؤولية الشرعية والوطنية. النائب عن القائمة العراقية عالية نصيف أو نصيف: التفجيرات التي حصلت تؤكد عدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية مع علمها بتصاعد العنف. النائب عن الكتلة الصدرية زينب الكناني: القادة الأمنيون فشلوا في إدارة الوضع الأمني، ونطالب باستبدال الوزراء والقادة الأمنيين وتغيير الخطة الأمنية. طيب سيد الموسوي، لأبدأ معك. طبعا العنوان يرتبط بهذا المسلسل من التفجيرات، المسلسل المتنقل بين مدن مختلفة. مباشرة، هل هم التحالف البعثي الوهابي التكفيري، يعني من يقف وراء تفجيرات الحلة على الأقل الآن، وهذه التهمة موجهة تقريبا لكل التفجيرات التي حصلت سابقا كما تتهم بذلك الحكومة إضافة إلى قيادات ومسؤولين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وفي البداية أعزي الشعب العراقي هذه الحوادث المبجعة وبالدماء التي سالت على أرض العراق، أرض الطفوف، ونجد أن الماضي يتكرر وصورة تعيد نفسها مرة أخرى. وأعتقد أن هذا هو ثمن السير على طريق الحسين عليه السلام. ثانيا، أيا كانت الجهات التي تقف وراء هذه التفجيرات، يعني أنت لا تشاركين الذين اتهموا هذه المجموعة رأيهم من أنهم هؤلاء هم حتى الآن إلى أن يثبت العكس هم المسؤولون عما يجري من تفجيرات؟ الحقيقة هذه الأسطوانة سمعناها منذ سقوط النظام في 2003 إلى حد الآن، ولم نسمع أو لم نشاهد يعني بديلا لها، ولم نسمع اتهامات باتجاهها يعني معاكس. الحقيقة أنا لا يهمني من يقوم بهذا الفعل. أنا كمواطن عراقي وكسياسي أنا أركز الآن على أدائنا نحن
كحكومة وكبرلمان وكدولة. نعم. وأنا السؤال الذي أطرحه على الطاولة هو ماذا فعلنا لمواجهة هذا التحالف؟ ماذا فعلنا لمواجهة هذه الهجمة الشرسة؟ نعم. على الشعب العراقي؟ ما هي إجراءات الحكومة؟ ما هي إجراءاتنا كعراقيين؟ ماذا أعددنا للعدو؟ يعني من أبسط المقومات، وبما أننا نعرف مسبقا أن مثل هذه الأحداث سوف تحدث لأسباب متعددة، أولها اقتراب مناسبة وقرب الانتخابات والوضع الأمني المتعدد. ماذا أعددنا من خطط لأطرح العنوان كما هو، من خطط لمواجهة ما قد يحصل، ما حصل وما قد يحصل من تفجيرات متنقلة؟ وهذا الإعداد يجب أن لا هذا السؤال لا نطرحه الآن فقط. نعم. ماذا سبق أن أعدت؟ طرحناه دائما. نعم. ونصل إلى هذه النتائج. اسمحي لي الآن أتحول إلى بغداد، إلى اللواء قاسم عطاء المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد. السلام عليكم حضرة اللواء. لأبدأ معك من السؤال الذي طرحته أو تساءلت عنه السيدة شذى الموسوي النائب في البرلمان العراقي. ما الذي أعدته الحكومة العراقية؟ وطبعا عندما تحدث عن الحكومة نتحدث معها مباشرة عن القيادات الأمنية، لأنها تتلقى تعليمات وتوجيهات هذه الحكومة على الأرض. ما الخطط التي أعدت لمواجهة مسلسلات التفجير، عمليات التفجير الأمنية، سواء تحدثنا عن بغداد أو تحدثنا عن مناطق أخرى وهي تقريبا تدخل في النطاق ذاته؟ تفضل. نعم، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحقيقة أنا ربما أتعارض بعض الشيء من إعلان الخطط الأمنية عبر وسائل الإعلام، وممكن بالإطار العام نعم نحن نواجه حرب شرسة مع مجاميع إرهابية متطرفة تكفيرية تؤمن بإقصاء الآخر، ونعم نحن واجهنا ومنذ بداية خطة فرض القانون تحديات أمنية كثيرة، والحمد لله الآن الوضع تغير بشكل كبير، ولا يمكن القضاء على مثل هكذا المجاميع خلال يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. هناك استراتيجية أمنية جديدة، هناك مراجعة للخطط الأمنية، هناك تفعيل الجوانب الاستخبارية، هناك توحيد للقيادة، هناك توحيد للجهد الأمني. وأعتقد بأن دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والسادة الوزراء والقادة الأمنيين أوضحوا بشكل مفصل ما يمكن الإفصاح عنه أمام السادة أعضاء مجلس النواب الموقر، ونقول بأن المعركة لا زالت مستمرة، ولا زال العدو التكفيري والصدامي والأطراف التي تحالفت معهم والتي تحصل على دعم إقليمي كبير ومخابراتي ومالي ولوجستي يعملون في الساحة العراقية. نعم. ونحن نواجه هؤلاء ويوميا نتمكن من إلقاء القبض على العديد منهم ونعثر على مخابئ الأسلحة. يعني قبل أن نتطرق إلى ما الذي ونحن شخصنا. نعم. لأن المرحلة المقبلة وهي مرحلة يعني قبل أن نتطرق إلى ما يمكن أن تمارسونه على الأرض انطلاقا من الخطة التي رسمت وسنتحدث عنها على كل حال، هي الخطة التي أعلن عنها رئيس الحكومة، خصوصا عندما تحدثت عن توحيد القوى، توحيد القيادة بهدف المواجهة هذا العدو الذي سميته. لكن اسمح لي أطرح السؤال، يعني هل الآن المعركة بالمناسبة التي نتحدث عنها تحولت من وزارات، من مواقع سيادية كما حصل بالنسبة لتفجيرات بغداد الأخيرة، ليطال الآن زوار كربلاء ويعني ما يتعلق بمراسم عاشوراء؟ نعم، سابقا في السنوات السابقة يعني كانت المجاميع الإرهابية تهاجم الزوار المتوجهين من مدينة بغداد باتجاه مدينة كربلاء المقدسة وباتجاه مدينة النجف الأشرف انطلاقا من بغداد ومنطقة المحمودية وما يسمى بمثلث الموت في منطقة اللطيفية. الحمد لله الآن قطعنا أشواط كبيرة ومهمة ومتقدمة، لكن لا زالت هناك تحديات.